السلام عليكم. اليوم تنتواجدوا في عيادة الدكتورة زبيدة برغاش، أخصائية في جراحة الدماغ والعمود الفقري. دكتورة برغاش، شكرا لك أنك لبيتي الدعوة. اليوم جينا باش تهضرنا، الله يجازيك بخير، على الكسور ديال العمود الفقري اللي هما معروفين بلي فراكتور. الكسور ديال الفقرات كيقدروا يوقعوا في الحوادث ديال السير، بعض المرات كيوقعوا في الحوادث ديال الشغل، وبعض المرات يقدروا يوقعوا في الدار من الواحد كيطيح في دارو، كيطيح على ظهره، وتتقدر يوقع واحد تقدر يوقع واحد الهرس في الفقره. ملي كيكون كسر ديال العمود الفقري، المريض غادي يجي غيكون عنده بزاف الحريق في ظهره. عند بعض المرضى ملي تيكون الكسر شويه صعيب، تيقدر يجي وعنده رجلين ثقيلين، رجليه تيتقالوا عليه، على حسب فين هو لو نيفو ديال هذاك الكسر. الا كان في الظهر لتحت غادي يكونوا غير رجلو، الا كان في الظهر لتحت الفوق في العنق، في العمود الفقري ديال العنق، تيقدر يتقالوا عليه حتى يديه وداتو كامله. وشو تتكون طريقه التشخيص دكتوره برغاش في هذه الحاله؟ على طريقه التشخيص هي كدير راديوات. الا كان المريض عنده غير اعراض قلال، بحال الا كان عنده غير الحريق وحنا كنا شاكين واش كاين شي كسر ولا لا، ديك الساعه نقدروا نبداو غير براديو عادي. ولكن الا كان جا وعنده رجليه ثقيلين عليه، ولا حنا شاكين بان كاينه حاله مستعجله، ديك الساعه ما غاديش نضيعوا الوقت بالراديوات، غادي نوصلوا للسكانر، غادي نبداو بالسكانر وبعد المرات باللي غام. هو دكتوره، شنو هما انواع العلاج اللي تتقترحوا على المرضى في هذه الحاله؟ انواع العلاج كاينين جوج انواع. النوع الاول هو اللي كنديروا في اكثريه ديال الحالات، حيت تيكون ضروري منه، هو الجراحه. باش كنديروا الحديد للمريض باش تنتاكدوا بان هذاك الهرس ما يقدرش يتحرك من بلاصتو، تكون فيكساسيون. وفي بعض الحالات ملي الهرس ما تيكونش صعيب، ولا الفقره كتكون ما مهرساش بزاف، ولا يكون شي مريض اللي ما يقدرش يستحمل الجراحه، الا كان مريض في السن كبير ولا عنده شي امراض اللي ما غاديش يقدر، امراض مزمنه اللي ما يستحملش فيها، ما غاديش يستحمل البنج ولا الجراحه الثقيله، ديك الساعه كنقدروا نديروا كورسي ولا بالعربيه الصدريه. هاد الجراحه بزاف الناس يتخوفوا منها، واش اولا ما نوعها، وثانيا واش الناس عندهم الحق يختاروا ولا ما يختاروش؟ المريض دائما عنده الحق يختار، حيت ذاته وصحته والمسؤوليه ديالو. تماما، حنا كنفسروا له، تنهضروا على المصلحه، وكنفسروا له مصلحته، ولكن الاختيار الاخر ديالو. الوغ الا كان الهرس ديال العمود الفقري اللي من نوع ديال الفتيح، غالبا المريض خصو يفتح. علاش؟ حيت الا ما فتحش، واخا ما يكونوش ملي مورا الحديثه ما يكونوش ثقيلين عليه رجليه، تيقدروا يتقالوا عليه من بعد، حيت هذيك الهرسه كتقدر تتحرك من بلاصتها. دونك في هذوك الحالات الاقتراح ديالنا ديما تيكون الجراحه، وكنفسروها للمريض مزيان، كنفسروا له بان الخطوره الا ما فتحش اكثر من الخطوره الا فتح. دونك في ديك الحالات من الاحسن خصو يفتح. اللي هي فاش تتجلى هذه الخطوره؟ الا الواحد ما فتحش، الحاجه اللي تقدر توقع تيقدروا يتقالوا عليه رجليه، والا ما تقالوش كيقدروا مع المده يتقوسوا ظهره، فعاود ما يبقى مزيان بحال كيتقوس. يعني انه العظم تيتجبر بواحد الطريقه، اللي ماشي طبيعيه، ماشي مزيانه، ماشي مزيانه. والنوع اللي هضرنا عليه ديال الجراحه اللي تقترحوا دابا نتوما كجيل صاعد ديال هذا الاختصاص، اللي هو اختصاص يعني نادر عند النساء، وهذا شرف اليوم اننا نكونوا مع اخصائيه في هذا الميدان اللي هو ميدان يعني دقيق جدا. الوغ النوع الجديد ديال الجراحه كنسميوه لا شيروجي ميني انفازيف دو راشيس. كنفتحوا بلا ما نديروا فتحه كبيره، كنديروا غير ثقبه صغيره فاش كنديروا لا فيس، وكندخلوها بالراديو. كيكون عندنا راديو دو فاس وراديو من جنب دو بروفيل، وكنبقاو نديروا لي راديو باش كنشوفوا كيفاش كنديروا لا فيس، وطريقه مزيانه للمريض، حيت اليا ان غراند بريسيزيون. حنا كنتحكموا مزيان في لافيس، احسن من مضبوطه اكثر، مضبوطه اكثر، كنتحكموا مزيان في لافيس، كنشوفوا مزيان فين كنديروها، دونك ما تيكونش تيكون لو ريسك ناقص بزاف فاش كنديروا لافيس، باش ما تكونش في البلاصه اللي حنا بغيناها تكون فيها.
ثانيا ما تيكونش نزيف تقريبا ما كينزفش كاع المريض. ثالثا الخطوره ديال التعفن تتكون ناقصه حتى هي بزاف حيت ما كنحلوش بزاف كنديروا حتى تكون صغيره حتى المريض ما تيكونش الناحيه الجماليه ما تتقاش الناحيه الجماليه المريض ما تيكونش عنده سيكاتريس كبيره دونك مزيانه من كاع الناحيات. جيد جيد. فإلا بغينا نقولوا شي خلاصه كنصائح للناس اللي وقع لهم واحد الكسر، شنو هي النصيحه اللي تقدر توجه لهم دكتوره؟ النصيحه ديالي هي بان الجراحه ديال العمود الفقري تطورت بزاف هاد الايامات، تبدلت بزاف. قبل كنا كنديروا فتحات كبيرين وكان تخوف كبير من هذا، كان تخوف كبير وتا لا بريسيزيون تطورت بزاف هاد الايامات. دونك ما بقاوش دابا هاد الايامات ما بقاوش لي كومبليكاسيون اللي كانوا قبل حيت التقنيه طورت. وانه الناس يمكن فاش توقع الحادثه تيخصهم دغيا يمشيو عند الاخصائي، هادشي مهم جدا. ياك اخصائي لازم هو اللي يشوفهم هو اللي يتكلف بهم اول العلاج حتى الاخر. دكتوره برغاش تنشكرك بزاف على هذا اللقاء ونتمنوا لك مسيره موفقه والى الملتقى ان شاء الله. الملتقى شكرا لنا. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه.